كبيرة تنسب الحسنات نسفا يقع فيها أغلب الناس، تخيل أنت قد تعملها وأنت لا تشعر. لذلك وجب علي أن أذكرك وأنت تذكر غيرك، والدال على الخير كفاعله. تخيل أنك تعبد الله 50 سنة 60 سنة من صلاة وصيام وزكاة وصدقة، وهذه الأعمال خالصة لوجه الله الكريم، لكنك تكتشف يوم القيامة أن هذه الحسنات صارت هباء منثورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: سبحان الله ما هذا؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الغيبة والنميمة. إياك، هذا الذنب الذي يقع في أغلب الناس، توقف عنه الآن وانتبه لنفسك وحافظ على حسناتك وذكر إخوانك ورحم الله من ساهم في نشر الخير والتوعية بين الناس. وإذا أحببت أن تستفيد أكثر تابع حسابي، ويعطيك العافية.